طبعا بالنسبة للمعرض، هذا المعرض جميل جدا، في عدد المشاركين تقريبا فاق ال 80 مشارك كبوثات، انا اتكلم في معرض، بالاضافة الى ورش العمل التي اقيمت كانت جدا مفيدة بالنسبة لنا. نحن في الهيئة شاركنا من قبل اكثر من مرة، وسوف نشارك ان شاء الله في السنين المقبلة باذن الله تعالى.